كابتن عزمي مجاهد المشجع الزملكاوي الكبير ومدير اداره الاهلي في اتحاد الكوره، بالراحه بيك كابتن. اهلا بيك. يعني تواجدك النهارده تقضي رياضه ولا جاي تأزر كابتن حسام ميدو في يوم الاول مع الزمالك؟ لا، انا كل يوم بنبقى موجودين في الوقت ده بنمارس الرياضه، انا ومجموعه، انا والكابتن ابو رجيله والكابتن سمير محمد علي والكابتن مجدي السيد، مجموعه كده بنتقابل، وسعيد لطفي بنتقابل، بنتمشى وبنجري شويه كل يوم كده، لان ده نادينا برضو، خد بالك، يعني مش بنيجي. فكانت الصدفه ان اول تدريب لاحمد حسام النهارده، وانا باركت له وهنيته وربنا وفقه. شايف التجربه عامله ازاي؟ انا بدات تدريب وانا قد حسام كده، وانا قد احمد حسام يعني. الناس بتبقى مستعجبه جدا ان واحد يبقى لسه مبطل وبيبقى يعني بياخد تجربه زي دي. انا اول ما دربت بعد ما اعتزلت دربت نادي الزمالك في الفولي. الناس كانت مستغربه برضو ان ازاي لسه واحد مبطل وكده. انا بقول لك تجربه ناجحه وهتنجح جدا، واخد بالك، لان برضو خد بالك دافع الشباب لما يكون بيبقى عنده حماس الشباب، وبرضو من الممارسه اللي مارسها واتمرن على ايادي يعني مع مدربين على اعلى مستوى، انا شايف ان التجربه هتنجح جدا ان شاء الله. بس عايز مساعدة من مجلس الاداره واللعيبه برضو يكون عندهم الحافز ان هم يبقوا كويسين. في ناس ملقبين كابتن احمد حسام هيبقى ان شاء الله جوارديولا الزمالك المصري. ليه لا؟ الكلام ده ليه لا؟ هيك شايف انه ممكن يتحقق؟ ليه لا؟ لان احمد حسام لعب في اكبر الانديه في العالم يعني. فليه لا؟ ايه اكتر حاجه كابتن احمد حسام لازم يركز عليها الوقت الحالي؟ هل يعالج يعني يتكلم مع اللعيبه في مشكله الفلوس ولا شوف يربط، ولا يتكلم فنيا؟ انا اتكلم في الفنيات، يربط الناحيه البدنيه بالتاكتكس بس. المطلوب يعلي اللياقه البدنيه ويطبق التاكتكس اللي في دماغه فهينجح ان شاء الله. طب حضرتك شايف كابتن حلمي طلعون يعني الطريقه اللي مشي بيها من الزمالك دي نادي الزمالك، عاده نادي الزمالك طول عمره كده يعني، مش جديده، مش اول مره يمشوا مدير فني بهذا الاسلوب يعني. طب اتحاد الكوره بقى ازمه البث راحت على فين؟ ازمه البث دي من حقوق اتحاد الكوره ولجنه الانديه. واللائحه واضحه والكلام واضح جدا جدا، فما فيش مشاكل يعني، الامور هتتسوى وهتنتهي خلال اليومين اللي جايين دول. الدوري هيرجع يوم 28، هيبقى في ماتشات 28 29 30 يوم، واحد ما فيش مباريات، يوم 2 و3 هيبقى في مباريات. طب حضرتك شايف يوم 25 يناير جاي هل ممكن اللي يحصل، ممكن الدوري يحصل فيه حاجه تاني؟ ما فيش مشاكل، لا ما فيش مشاكل ان شاء الله. وانا بأكد لك ان 25 يناير تدعيم للسيسي، والمطالبه بان السيسي يعلن ان هو يخش انتخابات الرئاسه، ومش هيقدر اي واحد من فصيل الارهابي ده يقول بم ان شاء الله، لان الشعب خارج كله. ولو وانا اتحدى اي واحد من الخونه بتوع 6 ابريل يظهر في الشارع يوم 25 يناير. طب اخيرا يا كابتن، كان في كلام ان الاهلي هيمنع كاميرات التلفزيون او اي كاميرات انها تخش تذاع الماتش الجاي ليه، واستاذ عصام الامير رئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون قال ان الحق ده حق اتحاد الكوره، حق اتحاد الكوره واتحاد الاذاعه والتلفزيون. هل في صدام متوقع يا كابتن؟ وليس من حق النادي الاهلي منع الكاميرات التلفزيون الدوله، لان في دوله وفي قانون بيحكم الكل. هترسي على فين نهايتها الموضوع ده؟ البس مش هتاخد شرط البس اللي من خلال اتحاد الاذاعه والتلفزيون. ماشي يا كابتن، الف شكرا. شكرا جزيلا. شكرا.